حضراتكم مرة أخرى، وزي ما نوهت النهاردة هنكمل كلامنا عن الغذاء الصحي. هنحاول نتعرف عن أسس التغذية العلاجية، إزاي ممكن نقي أنفسنا من أي مشكلات صحية عن طريق الأكل. النهاردة هنعرف العديد من المعلومات من خلال ضيفنا الكريم الدكتور عبد الباسط السيد، أستاذ التحليل الطبية بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. الحقيقة طبعا موضوع التغذية العلاجية موضوع مهم جدا، بس احنا عايزين في تعريف بسيط، يعني اصلا تغذية علاجية؟ هو حضرتك يعني هو دلوقتي سادت في العالم كله، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في ملخص سريع، ان الغذاء يعتبر او تغيير نمط الحياة في كل عمر. يعني مثلا المرأة في مراحلها المختلفة، كل مرحلة من المراحل ليها مرحلة تغذية معينة. الرجل في جميع أعماره، يعني في فترة الشباب، فترة اللي هو صغير، وفترة الشباب، فترة نص العمر، فترة الشيخوخة. فأصبح هناك في نمط للحياة، وتغيير نمط الحياة مهم جدا. وشاعت في العالم كله دلوقتي إن مفيش حاجة اسمها شيخوخة. لا شيخوخة مش مرض. يعني كل الستات هتنبسط جدا من الكلام ده. الحقيقة بجد مش مرض الشيخوخة، مش مرض. شيخوخة مرحلة من مراحل العمر، بس المرحلة من مراحل العمر تتطلب تغيير نمط حياة، وتغيير نمط الحياة يتطلب تغيير نوع الأكل. بس الشيخوخة برضو بيصاحبها أعراض كتير، سواء أعراض شكلية أو أعراض بدنية. هقول لحضرتك ليه. لأن هم وجدوا حاجة مهمة جدا، إن في حاجة في الجسم تتكون أثناء التمثيل الغذائي اسمها الشوارد الحرة. الشوارد الحرة دي مجموعة من الذرات بتؤدي إلى أكسدة، وبتظهر في الجسم في جزء صغير جدا من الثانية، وإن دي بتؤدي إلى أكسدة، والأكسدة هدم، والهدم يؤدي إلى الشيخوخة السريعة. عشان كده دايما بنسمع إن الأكل مضاد للأكسدة. ده حاجات كويسة تمنع الشيخوخة. هي دي. فعشان كده ساد في العالم كله استخدام ما يسمى مضادات الأكسدة من الغذاء. ووجدوا في إن مضادات الأكسدة هي الكاروتين والليكوبين، أهم حاجة اللي موجودة في الجزر. اللي هي موجودة عامة كمان في الحاجات الملونة. ايوه بالظبط كده. فقال لك ان الكلام ده الشوارد الحرة كانوا مش قادرين يقيسوها، انها كانت نظرية امريكية، لكن طلع جهاز اسمه ESR الكترون سبين ريزونانس، لان ESR عند الاطباء ممكن يعتبروها الريزورسايت ستيمنتيشن ريت اللي هي سرعة الترسيب. لا، في جهاز اسمه الكترون سبين ريزونانس بيقدر يقيس الشوارد الحرة، بيقيسها بسرعة جدا، ووجدوها فعلا بتتكون وبتزيد في الفترة الطويلة جدا بعد سن 50. طب وهذه الأجهزة موجودة هنا في مصر؟ موجودة. يعني أروح مثلا مركز طبي أقول أنا عايزة أقيس اللي هي معرفش اسمها إيه طبعا، بس هي الشوارد الحرة دي عندنا احنا في المركز. يعني الإلكترون سبين ريزونانس من الأجهزة التقيلة، اللي هي مثلا جهاز بيبلغ حوالي يمكن 300 أو 500 ألف دولار، تبقى موجودة في المراكز البحوث الكبيرة. لكن مسموح ان انا اروح اقول ان انا عايز اعمل التحليل ده؟ بنقدر نعمل القياس. ولا ده بيتعمل في حاجات بحثية فقط؟ لا، بتعمل حاجات بحثية، بس لما تكون في حاجة عايزين نقدرها بنقدر نعملها. يعني في افرض حد بيجي عايز يعمل عينات بيعملها له بالفلوس، يعني ما يجراش اي حاجة. والشوارد الحرة ممكن تتقاس دلوقتي بطريقة تانية في المعامل اسمها اوكسيديشن ريدكشن بوتنشال، اللي هي جهد الاكسدة والاختزال. بتتقاس. واللي عنده بقى ده بيبقى عالي، ده بيبقى عنده سرعة في ظهور بعض التجاعيد أو بعض علامات تقدم السن. بالظبط. في حضرتك من الممكن مثلا في جنوب شرق آسيا ووسط آسيا وجدوا 90 سنة ويعتبر شاب شمبار، يعني شاب عظيم جدا. 90 سنة ما شاء الله. يدينا ويديكم العمر يا رب. لا، بدليل حاجة في دلوقتي في أمريكا شاع حاجة مهمة جدا، يقول لك الحياة تبدأ بعد سن 60. ووجدوا فعلا كتير جدا الويلنج الرغبة، والرغبة في الاستمتاع بالحياة بيبدأ في هذه الفترة. ولذلك أقول لحضرتك على حاجة غريبة جدا، الشعب الأمريكي بيأكل كل يوم 150 إلى 250 جزر عشان الكاروتين والليكوبين. بس في نفس الوقت برضو معروف ان الشعب الامريكي من اكتر الشعوب اللي بياكل اللي هو الجانك فود، او الحاجات اللي فيها بقى حاجات دسمه جدا، والحاجات المقليات، واحنا خدنا منهم هذه العادات كمان. احنا الحاجات الدسمه اللي حضرتك بتشوفي وال30 وال40% الدهون العاليه جدا دي اللي عملوها، قدروا
الجنوب شرق اسيا ووسط اسيا لما شافوا لقوا ان الكلام ده بيقضوا عليه بحاجه مهمه جدا اللي هو موجود عندنا في الاسس بتاع التغذيه العلاجيه. ايوه قول لنا ونعرف احنا بنحب الحاجات المقليه جدا البطاطس والحاجات. بس يعني بعد اذن حضرتك الاندرياوي لما اتكلم عالم التغذيه الامريكي اتكلم في الكلام اللي حضرتك بتقوليه ان التغذيه الامريكيه بقت كلها سادت في العالم كلها وبقت فيها نسبه دهون عاليه جدا ونسبه الدهون بتدي الاكل طعمه كويس جدا لكن لها دروباكس خطيره جدا ان هي الدهون المشبعه اللي بتعمل تصلب شرايين. ووجدوا في عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلموا قال ايه يعني اللي هم خدوا منها المعده يعني حوض سيدنا رسول الله بيقول ايه المعده بيت الداء مش ده حديث ان حديث سيدنا رسول الله غريب جدا حديث تشريحي المعدة حوض البدن. شوفي حضرتك المعدة حوض البدن. حوض البدن. وإليها العروق واردة فإذا صحت المعدة صدرت عنها العروق بالصحة وإذا سقمت المعدة صدرت عنها العروق بالسقم. يبقى معنى ذلك الأمور كلها تشير إلى الأكل. وقال صلوا الله العفو والعافية فما أوتي إنسان بعد يقين خير من عافية تعينه على أمر دينه ودنياه. كده ولا ايه؟ يبقى اذا الانسان لابد انه يسعى ان هو بجانب هذه يبقى في هناك عافيه والعافيه تاتي من الاكل. وحط هذه القواعد. القواعد دي مهمه جدا ازاي؟ انه سيدنا رسول الله البحاسب ابن ادم لقيمات يقيمن صلبه فان كان لابد او لا محاله فاعل فالثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. ايوه بس احنا في الواقع برضه يا دكتور لما نتكلم حضرتك احنا ما عندناش حكايه اللقيمات دي خالص. انا هقول لحضرتك حاجه احنا دلوقتي لو جبت ازازه ميه وملتيها للاخر تقدر ترجيها؟ لا طبعا استحاله. خلاص يبقى معنى ذلك ان احنا لما بنيجي ناكل وبنملى المعده للاخر المعده بعد ما بتتملي بتتقفل من فوق بين المريء وبين المعده وبتتقفل من تحت بين المريء وبين المعده وفتحه البواب عشان ترج الطعام. لو هي مليانه الاخر ما فيش رج. اه بالظبط فعلا. خلاص طيب عشان كده وجدوا المعده حجمها 1500 سنتي يبقى عايزين 500 للطعام و500 للشراب 500 للنفس. طب ياتي منين ال 500 للنفس؟ ايه علاقه عشان كده احنا بناكل نبقى مش قادرين ناخد نفس. ايه علاقه النفس يا فندم؟ يعني استغربوا غرابه غريبه جدا لدرجة انه وجدوا حاجة غريبة جدا ان هواء الشهيق اللي داخل في انسان بعد البلوغ 500 سنتي وهواء الزفير اللي طالع 500 سنتي يعني بالظبط تلت المعدة. فيبقى اذا الامر هنا له اسس ربنا عملها في الانسان. اه بس لو جينا نشرح من الناحيه التشريحيه هنقول ان هو مثلا ممكن يكون ده سبب ان عند امتلاء المعده احنا عارفين طبعا مش شكل تقريبا عند امتلاء المعده فبتضغط على الحجاب الحاجز فبيرتفع فبيبقى في ضغط على الرئتين فما بتقدرش ناخد النفس لان هي الناس هتستغرب ايه دخل المعده في النفس في الرئتين. ده انا هقول على حضرتك حاجه غريبه تاني. استمرار الانسان اللي بيملى معدته لمدة 10 إلى 15 سنة ممكن يحدث ارتفاع في الحجاب الحاجز يقلل الرئة على طول يقلل حجم الرئة. ده اللي بيسموه الارتداد؟ أيوة ارتداد. لا غير ارتداد المريء. لا غير ارتداد لا أنا قصدي ارتداد في الحجاب الحاجز. أيوة الحجاب الحاجز يرتفع فوق في الرئة كده ويخلي الرئة تكش وبالتالي يحصل ضيق نفس ملوش حل. سامعين كل ده عشان الاكل وحله المحشي والمش عارفه مين. لا هو حضرتك شوفي حضرتك في ناحيه مهمه جدا عشان كده حطها سيدنا رسول الله واندرياوي قال للاسف ان كل اسس التغذيه اتحطت هنا. يعني شوفي حضرتك سيدنا رسول الله نهى عن ادخال الطعام على الطعام. يعني حضرتك كلتي ودي عاده موجوده عندنا كلنا بعد ما احنا بناكل وانا بنحلي خلاص بس خلاص هو ده وقت خل الطعام على الطعام. عشان كده بقى نهى سيدنا رسول الله عن ادخال الطعام على الطعام. كلتي اما تحلي قبل الاكل بساعتين واما بعد الاكل بساعتين. يعني المهم يبقى في ساعتين اللي هم بتوع الهضم. ايوه يعني اذا عشان كده بقى حتى طعام اهل الجنه لما ربنا قال ايه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يعني هتاكلي حضرتك فاكهة اتفضلي كلي فاكهة قبل الأكل بساعتين. العملية دي بتعمل حاجة مهمة جدا بتخلي الإنسان لما يجي ياكل فعلا ينظم العملية اللي احنا عمالين نقول الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين لو أنت حليتي بعد الأكل أو أي إنسان حل بعد الأكل
اللي بيحصل ان السكريات بتمتص وتعمل تخمر سريع جدا جدا، والهضم بيحصل فيه ارتباك الى ابعد الحدود، وبالتالي الانسان ياكل يحصل عنده امتلاء. طيب الحاجة التانية، الامر التاني اللي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخال الطعام على الطعام، قال لك حاجة في منتهى الاهمية ريت كل واحد يفتكرها، قم من الطعام وانت تشتهيه. دي صعبة قوي علينا. يعني على فكرة في ناحية يا فندم اقول لحضرتك حاجة، لان احنا لنا حد معين، الزيادة لما رب العزة نزل ولا تسألن يومئذ عن النعيم، عارفة هو النعيم ايه؟ ان انا باكل اكتر مما احتاج، غيري كان محتاج هذا الاكل وجعان طبعا، صح يعني كده. طيب نعالي لو نحن قوم ناكل لا إذا ناكل أكلنا حتى لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع، مش كده يا فندم؟ وعلى فكره في ناحيه لو الانسان اعتاد على دي لمده اسبوع بس، يقاوم لمده اسبوع، المعده بتكش وخلاص لمده اسبوع واحد بس، خلاص بقت عاده وبيتعادى مستديم. لا طب معلش يا دكتور، لا في ناس بتمشي على رجيم لمدة شهور، لا ونظام غذائي يعني، ويبقى بياكلوا عينات، وأول يوم اللي بيبقى فيه اليوم الريست أو يوم كسر الرجيم ده المعدة مش بتتمدد، يعني بتبقى عاملة زي البالونة. حضرتك لسبب، لأنه لما يجيني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معة واحدة والكافر يأكل في سبعة أمعاء، لا اله الا الله، ووجدوا فعلا ان البطن الشديده دي اللي عامله زي الانسان ما يكون حامل في توأم ولا في غير توأم، حضرتك العمليه دي وجدوها ان فعلا المعده بتبلغ 7 لتر ونص، من 1500 سنتي الى 7500 سنتي، فتتضرب فعلا في 7. ايوه، فحضرتك دي مشكله مهمه، يعني ما يجيليش واحد بيعمل رجيم وهو المعده بتاعته بلغت 3 لتر 4 لتر 5 لتر، تعايد يرجعها الى ما كانت عليه من الطبيعه. يبقى انما الانسان لو اعتاد في الاول في البدايه خلاص. وبعدين في ناحيه، هو حضرتك المشكله في نقطه هامه دلوقتي سادت في العالم كله، ان النقص في الوزن مكسب في الصحه. طبعا اكيد طبعا. وبعدين في ناحيه كله بيدور دلوقتي، كان زمان كنا زمان في اللي كان سايد في الدنيا ان الانسان لازم يبان مربرب كده وتمام وتخين وكلام زي ده، انما دلوقتي بقى الجسم الممشوق هو السليم. طيب تعالي نشوف البدو. البدو كلهم لدرجه دلوقتي لما بيجوا يشيلوا الامراض الوراثيه، واللي كان سايد في الجزيره العربيه دلوقتي عايزين يرجعوه تاني عشان يشيلوا الامراض الوراثيه. ايه هي بقى؟ ان كل بدوي تلاقيه صحه بصحه كويسه جدا جدا وممشوق القوام وتمام التمام، وتلقي انه عايش بصحه. هو يعني ايه الحاجه، يعني ايه كلمه يطيل العمر؟ يعني يعيش الانسان ما قدر الله ان يعيش بس بصحه كويسه. طبعا. طب خلينا نتكلم ايه ممكن تكون العادات السلبيه اللي ممكن تجيب بقى تؤدي الى امراض. بصي حضرتك، كل الدهون المشبعة اللي موجودة، يعني أدي حضرتك مثال، لو إحنا جبنا حتة لحمة كده حمراء بالطريقة اللي حضرتك تقولي ما فيهاش فيها أي نوع من الدهن، فيها 18% دهن. الدهن ده دهون مشبعة. لو حضرتك كل يوم، لذلك في كمية الاحتياج البروتيني اليومي كام؟ 35 جرام. 35 جرام، مش 350 يعني. لا. 35 جرام. طيب نقول 100 جرام، يعني الكيلو اللحمة يتقسم على 10 أشخاص، هل ده بيتم؟ للأسف لا طبعا. دي واحدة. الحاجة التانية بقى، اللحوم الحمراء دي حضرتك كل ما الإنسان بيبتعد فترة طويلة جدا عن اللحوم الحمراء ويروح للحوم البيضاء يبتدي يكتسب صحة كويسة جدا. اللحوم البيضاء زي الفراخ، زي الطيور، زي الأسماك، الأرانب حاجة ممتازة جدا، محدش يقدر ينكر في هذا، لسبب ان الدهون اللي موجودة دهون غير مشبعة، والدهون الغير مشبعة بتعمل حاجة في منتهى الأهمية، بتقلل كمية التصلب في الشرايين، اللي هو دلوقتي الأثروسكلروز أو تصلب الشرايين ملوش علاج في العالم.
طب كل انواع الطيور يعني يعتبر، اصل في طيور برضو بتبقى لحومها مش بيضاء، يعني مثلا لو بنتكلم على الديك الرومي، على الحمام، على السمان، كل ده بيدخل تحت اللحوم البيضاء. اللحوم كل الطيور تعتبر لحوم بيضاء، بس في ناحيه في فرق بين الصدر بتاع الفرخه او الصدر بتاع الحمام او الصدر بتاع البطه او الصدر بتاع الديك الرومي، في فرق بين ايه، بين الجزء التحتاني اللي هو الفخاد. الفخاد بيعتبر ان في كميات كبيره جدا من الدهون، فاللي بياكل لابد ان هو يميز بين هذا وذاك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك مثلا في البروتين الحيواني اللي احنا بناكله المفروض ما يزيدش عن 35 جرام، في مشكله ثانيه طامه كبرى. احنا حضرتك كميه الملح اللي احنا عايزينها في اليوم كام؟ 6.5 جرام. 6.5. حضرتك واحد بياكل قطعه مثلا طرشي قد كده، قد صبعي، ده خد 10 جرام. طيب خلينا الاول في برضو موضوع اللحوم علشان يبقى يعني كملنا موضوع متكامل. اللي أسوأ، في ناس برضو اكلي لحوم، يعني غذاء، يعني الغذاء الاساسي بتاعهم بيبقى، بنتكلم على اللحوم. الأسوأ اللحوم الحمراء ولا اللحوم اللي هي بيبقى فيها حاجه يعني دهون؟ لا انا قلت لحضرتك يعني في ناس بيقول لا ده اللحوم الحمراء دي بتبقى يعني مش طعمه، لا ومش حكايه مش ملهاش طعم، كان بيقولوا ان هي مضره اكتر من اللحوم اللي بيبقى فيها دهون. لا الدهون حضرتك، انا قلت لحضرتك اللحم الاحمر اللي انت حضرتك تشوفيه احمر تماما، اللي هو ما فيهوش اي نوع من اي نسبه دهون عليه، لكن هو في تركيبه اللحم نفسه بيبقى فيه 18% دهون مشابه. لكن انا بتكلم بقى على اللحم اللي بيبقى فيه بقى بالفعل كمان، لا دخلنا فيه وجع دماغ اكتر زياده الدهون، يبقى اقل اللحوم اللي هي بتبقى الحمراء خالص لكن برضو بيبقى فيها نسبه دهون عاليه. بالاضافه الى حاجه تاني، المدنيه اللي قاتلت امها وابيها عملت حاجه غريبه ساعه ما كانت ربنا خلق الايه يعني المواشي ديت اللي هي الـ البقر والجاموس والحاجات اللي زي كده، تاكل ايه؟ تاكل نبات. دلوقتي بياكلوها مركزات صناعيه. مركزات صناعيه عملت ايه؟ خلت حضرتك طعم اللحوم وكميه ترسيب الدهون اللي موجوده فيه عاليه جدا، ولذلك ابتدوا دلوقتي العوده الى الطبيعه. الطبيعه مره ثانيه. طيب العوده الى الطبيعه معنى ايه؟ يبقى اللي ربنا خلقه حضرتك، يعني هل الفرخه اللي هي نامي عند الفلاحه وبتاكله من عشاش الارض زي الفرخه اللي موجوده في مصانع الدواجن ومصانع انتاج الدواجن والكلام اللي ده اللي بتاكل مركزات، والمركزات دي فيها بقيه الفراخ اللي بتتذبح وفيها حاجات ايه، حاجات حيوانيه؟ بس الفرخه الثانيه بتاعت يعني متربيه عند يعني في البيئه الطبيعيه بتلاقيها رفيعه ورجليها ماشي. حضرتك في ناحيه وهي بقى رفيعه بس صحيه جدا جدا عن الثانيه. ليه بقى؟ لان وجدوا ان في حاجات كتير جدا من البروتين اللي بيتكون بطريقه غريبه جدا، بدل الفا امينو الفا كربوكسيل، يعني في تركيب معين كده بيختلف تركيبه، يعني بيختلف التركيب الكيميائي نفسه نتيجه التربيه، الاستيريو كيمستري اللي هو الوضع الفراغي بتاع البروتين. وده وجدوه ان شوفي حضرتك ربنا صب العزه سبحانه وتعالى، الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني اعطى كل شيء غريزته، اخراج الشيء عن غريزته نتحمل. يعني هم لما جاهم جنون البقر بره ليه؟ والبروتين البريوني اللي موجود، وابتدوا دلوقتي يخففوا من المركزات الصناعيه، وابتدوا ما يضيفوش هذا الكلام. لا بس هم كانوا قالوا، او يعني على حسب ما سمعت، ان هو حكايه جنون البقر ده كانت نتيجه اطعام البقر وكده على مخلفاته، مخلفات الذبح اللي هم بداوا ياكلوا. دي المركزات الصناعيه دلوقتي، اي ناس بيذبحوا فراخ في 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 مزرعه دواجن كبيره جدا بياخدوا الريش وبياخدوا كل البقايا والمصارين والكلام ده كله يتفرم ويتعمل مركزات مع العليقه. وده الكلام اللي بيتم. وفي الوقت نفسه الناس يقول لك هرمونات، لا مش هرمونات، انت بتغذيها تغذيه مركزه جدا جدا، عشان كده بتزيد في الوزن. لا وتغذيه ومش تغذيه اللي هي المفروض بتاكلها، يعني المفروض الحيوان ده بيتربى على نبات، فانت كده بياكل بروتين. هو ده حضرتك البروتين بتاعه، لو جه من النبات يبقى كويس جدا جدا جدا، مفيد جدا، ما يتغيرش الاستيريو كيمستري بتاعه الفراغ، ويبقى سهل الهضم جدا جدا جدا، ويبقى سريع الهضم. عشان كده احنا بنعمل ايه؟ بنزود كميه البروتين الحيواني اللي عمالين ناكلها، في حين ان احنا لابد ان الامور تتغير تغير كبير جدا، وكميه الملح اللي بتتاكل. وعشان كده في ناحيه هقول لحضرتك على حاجه غريبه جدا، ان الناس كثيره جدا من الشباب والشابات بيشكوا من حب الشباب، قليل الدهون وقليل الملح اللي بياكله ده حب شباب.
امال هم ليه بيقولوا الشوكولاته هي اللي بتسبب حب الشوكولاته؟ الدهون، عشان الدهون مش دهون سكريات، الدهون يعني اللي موجود. ما احنا دخلنا برضو في الملح وما شابه الملح من ايه الشوكولاته. من الممكن تاكل شوكولاته بس بالكم اللي معقول، لان معروف ان الشوكولاته بتزود هرمون السيروتونين، الهرمون المفرح. طبعا لسه امبارح واحده 400 جرام كده في الدنيا، النهارده 400 جرام دي كميه. شوفي حضرتك، طب المفروض ان احنا ناخد ما نزيدش عن كام؟ عن 50 جرام. ما انا بعد ما اكلت 400 جرام لقيتهم عاملين ان الواحد ياكل 40 جرام. 40 جرام 50 جرام يعني جالي اكتئاب نفسي. وبعدين حضرتك لما بتدي اكتر من كده الهرمون المفرح يبتدي يقل، اللي هو السيروتونين، الهرمون المفرح يبتدي يقل. يعني اذا كل حاجه ليها ايه، ليها حدود. وبعدين حضرتك لما سيدنا رسول الله هو دايما زي ما بيقولوا الى حد كبير الاعتدال وخير الامور الوسط، ان احنا ناخد كل حاجه وسطيه. معلش بعد اذن حضرتك احنا ممكن نخرج لفاصل ونرجع نستزيد من علم طبعا الدكتور ونعرف ازاي ممكن ان احنا ناكل اكل صحي، الاكل ده يعالج وفي نفس الوقت يمنعنا من امراض كتير جدا. بعد الفاصل تابعونا.